أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إتماما لسلسلة التعريف بمختلف المسالك الجامعية، هذا هو الجزء الثالث إن شاء الله تعالى. فبعدما عرضنا في الجزء الأول مسلك التاريخ والجغرافيا، وفي الجزء الثاني مسلك الدراسات الإسلامية والشريعة والقانون، في هذا الجزء إن شاء الله تعالى سنعرض مسلك علم النفس وعلم الاجتماع. فلنبدأ على بركة الله. سنتعرف على أهداف التكوين، شروط الولوج والمدة، آفاق التكوين، والمواد المدرسة. بالنسبة لأهداف التكوين في مسلك علم الاجتماع، تكوين الطالب في مجال المعرفة السوسيولوجية وتمكينه من طرق البحث الميداني ومن آليات البحث السوسيولوجي والأنثروبولوجي قصد توظيف مجمل المعارف والمهارات في دراسة الظواهر الاجتماعية وحيازة الخبرة في حل المشكلات وفي القدرة على معرفة الآخر والمجتمعات المغايرة. تمكين الطالب من حيازة معارف متخصصة. تمكين الطالب من استخدام المهارات الإحصائية والمنهجية وتوظيفها عند دراسة الظواهر الاجتماعية. التمكن من النظريات الكبرى في علم الاجتماع، ضبط نظريات الأنثروبولوجيا والقدرة على المقارنة وإدراك المشترك والفرق بين الثقافات والمجتمعات. الشروط: بكالوريا أدبية أو ما يعادلها. المدة كالعادة 3 سنوات. بالنسبة لآفاق التكوين في مسلك علم الاجتماع، إما العمل في المجالات ذات صلة بالدعم الاجتماعي والتشغيل في القطاعات الحكومية المركزية والجهوية والمحلية والجمعيات غير الحكومية، أو العمل في قطاعات التعليم والتكوين المهني والإدارات التي تهتم بالشؤون الاجتماعية كالأمن، الجماعات المحلية وغيرها، بالإضافة إلى الفرص التي يوفرها القطاع الخاص كمكاتب الدراسات وتدبير المقاولات إلى آخره. بالنسبة للمواد المدرسة، مثلا في الفصل الأول أسس علم الاجتماع، ميادين علم الاجتماع، الفكر الفلسفي، مدخل إلى علم النفس، ميادين وتيارات علم النفس. بالنسبة للفصل الثاني نظرية السوسيولوجيا المعاصرة، المؤسسات الاجتماعية، السياسية، الديموغرافية، علم النفس الاجتماعي، واللغات دائما حاضرة. الفصل الثالث المناهج الكمية، المناهج الكيفية، الإحصاء، الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، سوسيولوجية الأديان، وسوسيولوجية الثقافة. الفصل الرابع علم الاجتماع الحضري والقروي، سوسيولوجية الفقر والهشاشة، مدخل إلى الاقتصاد، وسوسيولوجية التربية، البيئة والتنمية. الفصل الخامس سوسيولوجية المغرب، أنثروبولوجية العالم الإسلامي، سوسيولوجية الصحة، تدريب وطرق إعداد البحث. الفصل السادس والأخير أنثروبولوجية السياسية والاقتصادية، سوسيولوجية النوع، المعرفة الاجتماعية والحركات الإسلامية ومشروع نهاية الدرس. الآن بالنسبة لمسلك علم النفس، نفس الشيء، سنتعرف على الأهداف، الشروط، الآفاق، والمواد المدرسة. يعتبر مسلك علم النفس من المسالك الاجتماعية الجامعية المتوفرة في بعض كليات الآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب، والتي تفتح أبوابها أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا في جميع الشعب، غير أن بعض الكليات تشترط شروطا خاصة لولوج هذه الشعبة، يعني ماشي جميع الكليات، فقط بعض الكليات، كالحصول على معدل معين أو الحصول على نقط مستحسنة فما فوق في مادة الفلسفة ومادة اللغة العربية، وذلك حسب كل كلية وشروطها. الهدف من هذا التكوين، يعتبر الهدف الأساسي من الدراسة في هذه الشعبة هو تمكين الطالب من الآليات والمعارف الأساسية في علم النفس، غير أن الفكرة الشائعة على أن الحاصل على الماستر أو الدكتوراه يمكنه أن يصبح طبيبا نفسانيا، هذه معلومة خاطئة وغير صحيحة، لكن يمكنه أن يصبح معالج نفساني. والفرق بين الطبيب والمعالج النفساني، فالطبيب يدرس علم النفس وأيضا الجانب البيولوجي، وبذلك يمكنه تحرير وصفات طبية ووصف أدوية وعقارات علاج الأمراض النفسية والعقلية. أما المعالج النفساني فهو مساعد اجتماعي يقدم إرشادات وتوجيهات للتعامل مع مختلف المشاكل النفسية التي قد يعاني منها الفرد. أما بخصوص بقية الآفاق فيمكن للحاصل على الإجازة الاستفادة من فرص في كل من القطاعين العام والخاص، مثلا المدارس العمومية والخاصة والمدارس العليا في مهنة التدريس، حيث يمكن ترشح لمباريات توظيف الأساتذة، تخصص الفلسفة بالتعليم الثانوي، أو العمل كأستاذ التعليم الابتدائي.
مجالات الصحة والخدمات كمرشد نفسي حيث يتم الإعلان عن بعض المباريات في هذا الصدد. مجالات الطفولة وتربية الطفولة الصغرى ومختلف المجالات الاجتماعية من أجل ممارسة الإرشاد، وذلك عن طريق استهداف تطوير طرق التعامل والتواصل وعمليات المساعدة الاجتماعية والرعاية النفسية وحملات التحسيس النفسي وإعادة الإدماج والعمل في مراكز محاربة الإدمان. أيضا يمكن العمل في القطاع الخاص في نفس المجالات السابقة المدة كالعادة 3 سنوات. بالنسبة للمواد المدرسة، الفصل الأول لغة ومنهجية العمل، مدخل إلى علم الاجتماع، مدخل إلى الفلسفة، مدخل إلى علم النفس، اللغة الفرنسية. الفصل الثاني لغة والتواصل، علم النفس الاجتماعي، علم النفس المعرفي، مناهج وتجريب. إذا كما تلاحظون يعني فعلم النفس وعلم الاجتماع مترابطة، فمسلك علم النفس تدرس أيضا علم الاجتماع، وفي مسلك علم الاجتماع تدرس أيضا علم النفس، ولهذا يعني جمعت بينهما في مقطع واحد كما هو الشأن بالنسبة للدراسة الإسلامية والشريعة، وكما هو الشأن كذلك بالنسبة للتاريخ والجغرافيا. الفصل الثالث اللغة والمعلوميات، التيارات الكبرى في علم النفس، سيكولوجية النمو، الإحصاءات التطبيقية، اللغة الإنجليزية. يعني هذا هو الفرق، يعني في علم النفس تدرس كذلك اللغة الإنجليزية زيادة على اللغة الفرنسية. الفصل الرابع اللغة وتقنية التعبير، علم النفس المعرفي، سيكولوجية النمو، والفيزيولوجيا، القياس النفسي، اللغة الإنجليزية. الفصل الخامس تيكون جوج ديال التخصصات عاوتاني. التخصص الأول بالنسبة للفصل الخامس النمو المعرفي، الجزء الثاني علم النفس المعرفي، علم النفس المعرفي والتعلم، مشروعية نهاية التكوين. الفصل الخامس ديال التخصص الثاني أيضا النمو المعرفي، عوض علم النفس المعرفي تدرس سيكولوجية الطفل، والنمو اللغوي عوض المعرفي والتعلم، مشروعية نهاية التكوين. الفصل السادس التخصص الأول علم النفس العصبي، نفس الشيء. المعرفة الإنسانية عوضها تدرس سيكولوجية المراهق، تدريب عملية، مشروع نهاية التكوين. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع الخاص بالتعريف بمسلك علم الاجتماع وعلم النفس. أتمنى أن يكون المقطع قد أفادكم وقد أخذتم فكرة على هذين المسلكين، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.